وحنايا ان شاء الله يكون خير. صيف غير بحنا فلالي بثلاثة لواحد، ولكن باقي حتى حاجه ما تحسمهاش، باقي 90 دقيقه ان شاء الله حتى ندوزوها مزيان ونربحوا ونتالوا عن جداره واستحقاق. هاد الاجواء زوينه وجميله بزاف، وتنتمنوا من الله على الكاليفيكاسيون اليوم، تاهل فريق الوداد ان شاء الله للنهائي، وان شاء الله نحصدوا هاد اللقب هذا. النتيجه ان شاء الله خصنا نحتاطوا من الفريق الخصم، لان احنا رابحين 3-1 في برا الملعب ديالنا، وخصنا ندخلوا محتاطين من الخصم، ولا ماركينا بيت ولا جوج تبارك الله علينا. ان شاء الله التاهل، نتمنوا الوداد يلعبوا مزيان هذا الماتش، وان شاء الله راه كل شيء يدوز بخير ان شاء الله. وان شاء الله النتيجه تكون صالح الوداد. النتيجه الذهب كانت نتيجه جد مرضيه، وان شاء الله غادي نتاهلوا لا فينال في دونور ان شاء الله باش يدور. على الورق، اما الواقع كره هذه ما تنامنوش صفر الحكم، فهمتيني؟ حنا تنقولوا نتيجه ايجابيه انك شتي ربح من انغولا وداك الشيء، ولكن الكره، ولكن تنتيقوا في وليدات الركلاكي والركلاكي، فهمتيني؟